إذا الآن هلا عندي أنا الكومبنسيتر جاهز، بدي أضيف الكومبنسيتر، كيف بضيف الكومبنسيتر يا إيمان؟ هلا هون راح أحط أنا بس الترانسفير فانكشن، بس أنا عارف إنه الترانسفير فانكشن هاي مش بلانت، ولذلك حتى إحنا نكون متأكدين شوفوا شو راح أعمل، راح أزيح هاي لهناك، هاي الجزء الأول من البلانت، هاي الجزء الثاني من البلانت، وخلي لهم هذول ما لعبنا فيهم ما غيرناهم، ضل هو السيستم هو سيريز أوف فيرست أوردر سيستم، تو كونسيكتيف فيرست أوردر سيستم، وريل بولز هذول التنين ريل بولز. وهلا اجينا هون راح ارجع راح اخلي الكي كنترولر، ما هذه الكي هي ليش بحبنا الكي هاي؟ لانه وين بتحركني هاي الكي؟ بحب انا دائما اخليها اندبندنت على طريقه اوجاتا، اوكي؟ فاهمين؟ بخلي الكي دائما برا، حتى لما بعمل بي اي دي كنترولر ايش بعمل بالكي؟ برا، خليها دائما برا، لما بغيرها بتحركني على الروت لوكس، فبقدر الاقي وين بدي على الروت لوكس، ما ادخله كي بي وكي اي وكي دي جوا، اوكي؟ إذا الآن بدي أنا ترانسفير فانكشن، ترانسفير فانكشن تشبه هاي، بس هي بتشبهها هون، بس هي فيزيكلي إيش؟ مش كنترولر مش بلانت. هي كنترولر مش بلانت، أوكي؟ إذا إحنا بناخذ هلا كي وبي وبنحطها هون، هي زبطت معنا، هلا فعلياً إحنا لازم نتذكر إنه بينهم في أكتويتر. يعني هون الكنترولر. هاي هون، هاي كنترولر. موجودة في البيك مايكرو كنترولر أو موجودة في إشي وبينهم في اكتويتر هون، والاكتويتر اذا له ترانسفير شو يعني اكتويتر؟ فيربل سبيد درايف محرك موتور وهون صارت عندي البلانت، وهذا على فكره فيزيكال سيستم، متذكرين الميكاترونكس اللي رسمنا الدياجرام اللي عملته ليما؟ هاي الجهه ايش؟ فيزيكال، هاي الجهه الكتريكال، فعندي وحتى هون شوفوا الخط ها اجى حلو جدا الخط هي هون بنص الترانسديوسر، فالترانسديوسر هذيك الجهه ايش؟ فيزيكال وهي الجهه الكتريكال، وهذا هون الاكتويتر راح يكون في فيربل سبيد درايف موتور اكتويتر شيء بيحول من الفيزيكال وورد لل او من الالكتريكال وورد للفيزيكال وورد والترانسديوسر بحول من الفيزيكال وورد للالكتريكال وورد. هذه رغم انه الترانسفير فانكشن تبعتها بتشبه هاي لكن هي ما لهاش علاقه فيها، هي فيزيكلي ايش؟ هي بيس اوف كود، يمكن تكون كود هذا الكومبنسيتر، اوكي؟ اذا هذا راح نحط عليه الان راح نسميه هو ليد كومبنسيتر. دكتور لاك شكرا. راح يكون كمان بول وزيرو بس واحد اكبر من الثاني، هون لاحظوا مين كان اكبر من الثاني الزيرو ولا البول في الليد كومبنسيتر؟ البول اكبر. البول اكبر، مين اقرب اذا للاوريجن؟ مين اقرب للجيومتري؟ اذا مين اقوى اثره اقوى؟ زيرو. طب واللاك كومبنسيتر مين راح يكون اقرب للاوريجن؟ البول. اذا البول له انتجريتيف افكت راح يخفف من ستيدي ستيت ايرور، في حين الليد كومبنسيتر راح يخفف من الاوفر شوت. اذا هون بدنا نضيف احنا بدنا نحط 5 و11 مش هيك؟ إذا فوق راح أحط 1.5 وتحت راح نحط 1.11، هي 1.5 هي 1.11، شايفين عظمة السيمولينك؟ إيش سمح لي أعمل السيمولينك؟ كأني دخلت على مصنع مظبوط؟ إحنا كأنه هلا في داخل المصنع ومعنا كل الكنترولرز والهاي، بنغير شغلة وبنجربها وبنشوف، هاي أهمية السيموليشن، ليش السيموليشن مهمة؟ عشان ما ينطرد المهندس من شغله مظبوط؟ لأنه إيش كان راح يعمل المهندس؟ واحنا يصير يجرب 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 تكون حرقت الهاي وبطرده مباشره بنفس اليوم بنطرد من شغله، بس سيميليشن ايش سمح له؟ بس لانه عم بصور دقيقتين. الليد كومبنسيتر من هون هلا هون اعطاني 5 و11 هي صاروا هدول جاهزين، هلا بدنا نعمل رن للسيستم المفروض يشتغل معنا، هلا يمكن نحتاج نغير كي، تتذكروا لما صممنا ما طلعنا احنا كي. نعمل رن. هي نقطة مهمة، نقطة اللي بحكيها الطرد هاي مهمة لأنه كل المودرن ديزاين عايش مبني إني أعمل سيميوليشن. ما بصير ما بصير مهندس يروح يعمل يبدأ يصمم ويجرب وهذا هو مش عامل، بده يعمل ديزاين كامل متكامل ويعمل له سيميوليشن ويتأكد إنه مظبوط بعدين بروح على الواقع. طيب خلينا نطلع هلا إحنا واضح إنه بنقدر نزيد مش هيك؟ إذا بنقدر نزيد كي، لاحظوا سمح لنا إنه كي، لاحظوا هي أهمية الهاي، سمح لي إني أزيد كي مظبوط؟ وأجيب أوفر شوت اخفف الاوفر شوت، اذا راح ازيد انا هون هلا خلينا ناخذ مثلا 15 ونعمل رن. اهم شيء الرايز تايم شوف هلا لسه بقدر ازيد كمان، اذا خلينا نزيد هلا 20 نقدر نزيد كمان مش هيك؟ لسه الاوفر شوت يا دوب وصل، لاحظوا شايف مشكله ستيدي ستيت ايرور رح نجيها بعدين. خلينا نزيد ل 30 دكتور مهم احنا مش شرط بدنا الاوفر شوت، احنا اهم شيء الرويز تايم.
رح تلاقي انتو انه الرايز تايم ما رح تحقق لا يزيد ال احنا عارفين انه هذا الكومبنسيتر شو رح يعطيني، رح يعطيني التنين بالضبط عند نفس النقطة، رح يوصل الاوفر شوت 16% ورح يكون الرايز تايم بالضبط، رح يكون لانه النقطة اللي مر فيها مرينا بالسي احنا. مظبوط كلامك صحيح، انت اللي كلام تحكي مظبوط، انا بهمنيش هذا، بهمني اول احقق الرايز تايم باوفر شوت اقل من القيمة المطلوبة. خلينا نشوف قديش صار اول شيء الاوفر شوت. الاوفر شوت عندي لسه مقبول مش هيك؟ حوالي 10.5. خلينا نشوف قديش الرايز تايم صار. حط هذه من هون لهون هيك. طيب شوفوا لي قديش صار، مش يبعد عنه مظبوط؟ مش يبعد عنه، فاحنا وضعنا كويس، خلينا نزيده شوي صغير بحيث يصير 200 واشوف قديش الاوفر شوت عند النقطة هذه. فراح ازيده شوي 30، خلينا نحط مثلا 32. ونعمل رن. هاي عندي حتى صار احسن شوي منه، خلينا نشوف قديش الاوفر شوت. المفروض يكون اكثر صح؟ هلا بنشوف. الا اذا احنا مقربين شيء. نعمل زوم بالواي. قديش عندنا؟ عندنا تقريبا 12%، فهو احسن في شيء احنا قربناه في مكان معين قربناه، بس تحققوا الان الشرطين مظبوط، وهذا تحقق عندي صار الكنترول الممتاز. شو المشكله عندي الان؟ في عندي ستيدي ستيت ايرور، هاي كمان صاحب مصنع ما كانش منتبه عليها. لهون تطلع عندي واحد، قديش تقريبا الستيدي ستيت ايرور من واحد؟ حوالي بوينت تقريبا 6% مش هيك؟